اهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسله دروس تعليم التسويق الالكتروني مقدمه من هوا جروب ودوره التسويق الالكتروني من خلال مواقع الاعلانات المبوبه. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نضيف اعلان مبوب على موقع جحا. في وصف الفيديو هتلاقوا لينك، اللينك ده فيه الفايل ده، الفايل ده فيه كل المواقع الاعلانيه المبوبه المهمه. هتنزلوا الفايل ده عندكم على الجهاز، هتنزلوه على الجهاز عندكم تمام، بحيث انك لما تيجي تعمل اعلان هتعمل اعلان على كل المواقع دي، فبالتالي هيكون المردود بتاع الاعلان كويس جدا سواء للمنتج او الخدمة اللي انت هتعلن عنها. وهتلاقوا لينك تاني محطوط تحت اللينك اللي فيه الفايل ده، فيه شرح كل المواقع دي على نفس القناة بتاعتنا على اليوتيوب، وهتلاقوا لينك برضو في شرح كامل لكورس التسويق الالكتروني لازم تشوفوه جنب الدورة دي، لانه هيفرق معاكم كتير جدا في التسويق الالكتروني. فاول حاجة تعملوها بعد ما تشوفوا الفيديو ده تقروا الوصف كويس جدا 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 جدا، حطوا تحتها 100 خط. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل اعلان مبوب على موقع جحا. باخد الموقع كوبي كده تمام، وبدخل على متصفح النت وبدخل على موقع جحا. طبعا انت مش محتاج بقى على جوجل تقعد تكتب اسماء مواقع الاعلانات المبوبة، الفايل فيه كل المواقع، يا دوبك بتاخد الموقع كوبي بيست وتخش على الموقع على طول تمام. ده الموقع زي ما انتم شايفينه. هنا نشر الاعلانات مش محتاج ان انت تسجل حساب، بتنشر الاعلان بتاعك في اقل من دقيقة بمنتهى السهولة، وهيجيب لك عدد كبير جدا من المشاهدات. اعلانك في اقل من نصف دقيقة، اعلانك في اقل من نصف دقيقة يشاهده العشرات في كل دقيقة، فعلا عشرات الناس بيشوفوا اعلانك. عشان تبقى عارف في كل دقيقة انت اعلانك بيكون موجود فيها، لان الترافيك على الموقع ده عالي جدا. هدوس اعلان جديد. هنا في الاعلان بيقول لك هتختار طلب شراء او استئجار او خدمات او بحث عن عمل، ولا انت صاحب العمل؟ لا، انا ابحث عن عمل. لو انا هنزل اعلان هسوق لمنتج او لخدمة يبقى انا ابحث عن عمل، بكتب العنوان هنا تمام، وليكن دورة التسويق الالكتروني. ده عنوان الاعلان. العنوان الفرعي كورس مكثف في التسويق الالكتروني للافراد والموظفين، بتكتب عنوان فرعي تاني، بتيجي هنا تكتب نص الاعلان، تقول مثلا هوا جروب تعلن عن تقديم كورس مكثف في التسويق الالكتروني من البداية وحتى الاحتراف، فرصة لا تعوض، اتصل الآن وبادر بحجز مقعدك، وأرقام التليفونات. هحط هنا أرقام التليفونات بتاعتي، لو كانوا رقمين بحط رقمين تمام، بكتب الدولة والمدينة، مصر القاهرة أو حسب الدولة والمدينة بتاعتك، بتكتب الموقع الإلكتروني بتاعك هنا إن وجد. عايز تعمل معاينة للإعلان تشوفه وتراجعه قبل أي حاجة أوكي، عايز تنشر الإعلان بتاعك بتنشره على طول من أنشر. دي طريقة نشر إعلان مبوب على موقع جحا.com، موقع حلو جدا للإعلانات المبوبة. بتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش بعد ما تشوفوا الفيديو ده تشوفوا الوصف اللي تحت الفيديو، هتلاقوا لينك في فايل بالمواقع الاعلانيه المبوبه هتنزلوه عندكم على الجهاز، هتلاقوا لينك تاني في شرح كامل للمواقع دي خشوا اتفرجوا عليها، هتلاقوا لينك كمان لكورس تسويق الكتروني كامل، ما تفوتوش الفرصه، اتفرجوا على الكورس لانه هيفيدكم جدا 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 جدا. وخش على القناه بشكل عام هوا جروب اكاديمي، هتلاقي فيه دروس تانيه صغيره جدا
خاصة بالتسويق الإلكتروني غير كل اللي موجود في الوصف ده. قناتنا من أكبر القنوات ومن أهم القنوات في التسويق الإلكتروني. بنحاول دايما إن احنا نقدم لكم كل جديد، بنحاول دايما إن احنا نقدم لكم شروحات مهمة جدا في التسويق الإلكتروني. بتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.